وعلى صعيد حركة الاحتجاجات العمالية، أقدمت السلطات الأمنية الإيرانية على اعتقال 20 من عمال مصنع لقصب السكر في هفت تبة. جاء ذلك بعد هجوم قوات الأمن على العمال المحتجين، حيث أقدمت على قمع الاحتجاجات بوسائل عديدة كالضرب بالهروات والقنابل المسيلة للدموع. وتأتي حركة الاحتجاجات العمالية ردا على سياسات النظام الهدامة من خلال تبديد الثروات والأموال لتمويل الجماعات الإرهابية وحرمان الشعب من أبسط حقوقهم.